بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبر القرآن بالمنطق البرمجي أو تدبر كلام الله ورسوله بالمنطق البرمجي، الغرض منه نعرض الآيات طبعا أو بنتناولها بشكل جديد، معتمدين فيه على الكود والمنطق البرمجي عشان يزيد إن شاء الله ترسيخ بعض الآيات أو الحديث أو حتى فك بعض المشاكل في بعض الشبه الدينية. بنقدمه في رمضان طبعا خدمة للدين، مش للبرمجة، يعني مش إن إحنا بنعلم برمجة بس، بأسلوب المبرمجين طبعا، وطبعا باللغات البرمجه اللي بيفهمها دلوقتي ناس كتير جدا بتتكلم لغات مختلفه، اللي بقت لغات بتوصل بشكل اقوى. طبعا المراجع موجوده كلها في وصف الفيديو. التناول الجديد ده يا رب يكون مفيد ومضيف ومتقبل وموفق ان شاء الله. عملنا برنامج كده بسيط في شويه فانكشنز بسيطه عن الاجزاء الخاصه بالجسم الانسان اللي ذكرت في القران. توصلنا طبعا هنا ل10 فانكشنز. احنا طبعا البرين والاي والهيرنج والكلام ده كله هنشوفهم دلوقتي، العشر فانكشنز دول، ونادينا استدعيناهم في الاساس من الكلاس دوت، عملنا شويه نادينا عليهم طبعا كعرض لجزء من الجسم والفانكشن بتقول ايه او المقصود بيه. طبعا نيجي رن البرنامج ونشوف النتائج، جزء من الجسم وقدامه الامر او النهي المتعلق بيه اللي من القران. عملنا كده، عملنا رن، ادي الايه النتيجه بتاعتنا اهي. ناخدها كوبي كده ونحطها في نوبات تبقى اوضح، بس نكبر الخط. تعال بقى نشوف. بالنسبه لاول حاجه الفوت، كان في كذا امر في القران على الرجلين، انا هجيبهم من تحت لفوق. جسم الانسان من تحت لفوق. dont walk proudly، يعني المقصود بيها طبعا مش بفخر، يعني المقصود ولا تمشي في الارض مرحا. walk modestly، المقصود بيها طبعا واقصد في مشيك، اللي هو الاعتدال او التوسط في المشي. ده بالنسبه للقدم. الهاند، and don't keep your hand chained to your neck، اللي هي المقصود بيها ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. طبعا المقصود بيها البخل طبعا، اللي ما بيطلعش لله خالص يعني، ولا حتى بيطلع نفسه، بخيل لدرجه يعني فظيعه يعني. طبعا الايد هي المسؤوله عن حته الانفاق هنا، when spending يعني حتة الإنفاق. nor open it completely، ولا برضو إنك إنك تفتح إيديك على الآخر، مقصود بها ولا تبسطها كل البسط، يقصد بها إنك ما تفتحش إيدك أو ما تنفقش، اللي هو بيسموه إنفاق الفساد، اللي هو بيترتب عليه ضرر للشخص اللي بينفق أو حتى للمسؤولين، المسؤول هو عنهم يعني. فتقعد ملوما محصورة، اللي هي so that you will sit clamed، هنا مقصود بيها clamed ملوما او بتلوم نفسك على اللي انت عملته. destitute مقصود بيها معدوم او محصور، اللي هو ذهبت وانقطع قوتك حتى انك تقدر تستمر في الحياه، ما تصرفش الاسراف ده. الستومك اللي هو المقصود بيه المعده، اللي هي eat and drink and don't wait، اللي هي طبعا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، طبعا اسراف والاهدار يعني. اعتبر الايه دي طبعا يعني الناس لو خدتها هتبقى من اهم واقوى وصفات التخسيس بصراحه، بس اللي يطبقها يعني. الهارت طبعا القلب، and comes with a contrite heart a pure heart، اللي هي طبعا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، مقصود طبعا قلب منيب اللي هي contrite، قلب نادم عارف بالله متواضع تارك للهواه، طبعا قلب سليم pure heart. ده طبعا المطلوب منك انك تيجي ربنا بقلب زي دوت. طبعا ثروت بعد كده اللي هو مقصود بها الحنجره او الحلق، جانا فيها طبعا الامر بتاع and lower your voice، اللي هي قلل من صوتك او تتكلم بشكل بصوت كويس، اللي هي واغضض من صوتك. طبعا دي تعليه الصوت باكتر طبعا من الحاجه، طبعا ده شيء مكروه، اللي هو بالذات كمان ترك اللي هو الصياح في وجه الناس يعني. طيب ماوس اللي هو الفم، ربنا قال ايه؟ and speak of godness to people، يعني وقولوا للناس حسنى، شوف الجمال. cheek اللي هو المقصود بيه خد الانسان يعني، بيقول في ايه؟ don't turn your cheek in scorn away from people، يعني طبعا في الايه طبعا ولا تصعر خدك للناس، المقصود طبعا بتكبر، انك تبدا يعني تتكبر او تلوي رقبتك بشكل متكبر على الناس. air الاذن، don't spy ولا تجسسوا، don't spy، لان ممنوع منك انك تسمع
تتجسس، انك تبدا تسمع الشيء اللي مش مسموح لك انك تسمعه. اي طبعا العين، don't stretch your eyes، المقصود بها ولا تمدن عينيك، تمد عينيك طبعا للنظر للحرام. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يلا ربنا يهدينا ويرحمنا، شوف الفرق طبعا. طيب اخر حاجة طبعا هتناولها من تحت لفوق طبعا كان البرين، العقل، بغرض will you not think، will you not think، افلا تتفكرون. سؤال طبعا تعجبي طبعا استنكاري، عشان الانسان طبعا يعني غريبة جدا بيترك التفكر والتأمل. بصراحة التفكر والتأمل نواهي وآداب لأجزاء الجسم.